لما يتوفى أحد رؤساء الدول دائما ينكسون العلم. ترون أن هذه الفكرة موجودة حتى في أيام القديمة؟ أعطيكم مثال: هرقل العظيم الروم لما كان في قتاله مع الدولة الساسانية وكانت الدولة الرومانية أو الدولة البيزنطية تخسر المعارك أرضا تلو الأخرى مثل ما يقولون، الدولة الساسانية استطاعت أن تدخل إلى القدس إلى أورشليم مثل ما يقولون، وكان عندهم صليب، كان المسيحيين يعتقدون أن هذا الصليب هو اللي صلب عليه المسيح عليه السلام كما يعتقد المسيحيين. الجيش الساساني أخذ هذا الصليب ووداه معاه إلى اصطخر إلى المدينة الفارسية. عندي عملة هني وهي للإمبراطور هرقل العظيم الروم باللبس العسكري، وهذه العملة بنشوف فيها صليب، وهذا الصليب موجود على ثلاث اعتبات أو ثلاث درجات. لما سرق هذا الصليب أصدر هرقل العظيم الروم نفس العملة بنفس الشكل على درجتين، وكأنه ينكس العلم لأن هذا الصليب سرق من أورشليم وراح إلى الدولة الساسانية. لما بعدين في عام 628 ميلادي استطاع أن يعيد هذا الصليب، نشوف المسكوكات أو العملات بعد ذلك رجعت على ثلاث عتبات مثل ما يقولون. وبالمناسبة أثناء هذه الحرب كان هرقل يعني نفذت الخزينة الرومانية من الذهب، فأصدر عملة خاصة تسمى الهكساغرام وهي من الفضة، وكانت هذه في وقت الحرب، وأيضا كان عليها صليب وعلى عتبتين، وكان مذكور فيها عبارة فليحمي الرب الروم، يقصد فيها طبعا فترة الحرب. وهذا إذا دل على شيء يدل على أن هرقل عظيم الروم كان يهتم بهذه الأمور الصغيرة ويهتم بالدعائيات. بل أضيف لكم معلومة سريعة: لما نفذت الخزينة وصار يبي يحمس الجيش قال لهم نحن آخر دولة تدين بالمسيحية، إذا انقضت الدولة اختفت هذه الديانة ديانة الرب. فحمس الجيش وما كان عنده بيزات يعطيهم، فقال لهم أي أرض تستردونها فأنا راح أوزعها بين الجيش بين الجند. فهذه إذا يدل على شيء يدل على دهاء ويدل على فطنة من هرقل عظيم الروم.